حملة الكويت بجانبكم تواصل عطاءاتها العابرة لحدود المحافظات اليمنية عبر توزيع آلاف السلل الغذائية للأسر المحتاجة. المبادرة الإنسانية عبر جمعية الهلال الأحمر الكويتي تأتي في إطار دعم دولة الكويت لليمنيين في ظروف اقتصادية صعبة يمر بها اليمن الشقيق. ضمن توجه دولة الكويت لدعم المجال الإنساني في اليمن، فقد دشنت توزيع ما يقرب من 2418 سلة غذائية لأربعة محافظات يمنية وهي عدن ومأرب وتعز وحضرموت ضمن حملة الكويت بجانبكم، والتي تأتي بتمويل من جمعية الهلال الأحمر الكويتي وبتنفيذ من مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية. مشروع السلة الغذائية والذي استهدف أربع محافظات وهي عدن ومأرب وتعز وحضرموت، والذي استفادت منه ما يقارب 2418 أسرة من الأسر الفقيرة والنازحة والمتعففة في المحافظات. هنالك ترتيبات تجري للمشروع كسوة العيد إن شاء الله بإذن الله في عدة محافظات كذلك. التدخل الإنساني للهلال الأحمر الكويتي يأتي في إطار دعم دولة الكويت لليمنيين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، لا سيما في شهر رمضان وقرب قدوم عيد الفطر المبارك، حيث يقدم الهلال الأحمر الكويتي مساعدات في كل المجالات الصحية والتنموية وكذا الإغاثية. هناك احتياج كبير ويتفاقم عاما بعد عام نتيجة للوضع المتردي في البلد بشكل عام. الإخوة في جمعية الهلال الأحمر الكويتي مشكورين، كان هناك لهم تدخلات وكان لهم هناك فزعات لإخوانهم اليمنيين. يعد الهلال الأحمر الكويتي أحد أبرز المؤسسات الكويتية الهامة التي تسهم بشكل كبير في تقديم المساعدات الإنسانية، حيث لديه الكثير من المشاريع والتي سيتم تدشينها خلال المرحلة المقبلة. تحركات كويتية مكثفة في اليمن لدعم القطاع الإنساني، الأمر الذي يبدو واضحا مع حشد كل المؤسسات الخيرية في دولة الكويت لدعم القطاعات التنموية والصحية وحتى الإغاثية. مروى النبيل لتلفزيون دولة الكويت عدن.